السلام عليكم، أصبح الخير عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وجا أخوتي وقت الغرس ووقت الحصاد أو وقت الخضرة الطبيعية كيفما كتشوفوا عندنا البصلة. هذه هي البصلة أخوتي اللي كتاكل نتوما مكتعرفوهاش كيفاش دايرة. إحنا فاش كنا في البلاد راه مكنعرفوش كيفاش تتغرس، كنعرفوها غير كبيرة من السوق تنشريوها. هي كيفما كتشوفوا عندنا أخوتي الباربة، وعندنا البر، وعندنا السلك، عندنا اللي هو سبيناخ، وعندنا كما كتشوف ماء الخير لفت المكور هو، وعندنا خوتي خيزق اللي هو الجزر، وعندنا خوتي الملفوف اللي هو رمادي عندهم هنا، وعندنا الباربة، وعندنا القزبر المعدنوس كما كتشوفوا، وعندنا هنايا باقي تبارك الله. دابا غادي نوريكم الارض كيفاش حصدناها وكيفاش جا التراكتور فرتت هذيك الارض، ودائما كيف ما رشينا عليها الجير وكيما كنديروا السماد عرفش كنغرسوا. انا عندي الفيديو السابق رجعوا شوفوه. وهذا خوتي كل اللي ما كيعرفوش الكبال وعشاق الكبال المشوي والمبخر ها هو كيما كتشوفوا. وتحياتي لكم. كيما كتشوفوا الحباب ديالنا جا التراكتور دابا هو فرشت هذيك الارض لان كنحرتها، ومن بعد حنا فيها الجير والاسمنت لان خصك تغطي التربه لان كتكون الارض فيها الحشرات. ودرنا الارض صيبناها، ودابا غادي نوريكم ان شاء الله غادي نغرس غنوريكم. وداك الشجيرات ديالنا ديال البرقوق ها هما، عندي البرقوق، عندي التفاح نتوما مالي الخير ها هو، داك حب الملوك ها هو، هذيك الكاليمي اللي وريتكم قلت لكم راه كاليميناها، راه هادشي خوتي كلهم كاليمي قسما بالله. غير من وحده تقدري ديري بزاف الحوايج. كاليمي هي كتقليم الاشجار، وهذه هي الجريده ديالنا. وغادي نوريكم الورود ان شاء الله مع الخضوره. جا وقت الخضوره ولكن راه طاحت واحد الثلج عندنا، غنلف لكم فيديو في الثلج. هادي مال سميتها ايوا، هادي هي البطاطا كما كتشوفوا، البطاطا اللي ولدات. راه درت لكم واحد الفيديو ديال تحت شورت صغير، البطاطا دارت الموستاج، البطاطا دارت الموستاج ديالها راه وريتها لكم، ولدات تبارك الله. والبصله هادي اللي صورت لكم البصله الصغيره دابا، هادي الصفراء، وهادي هي الحمراء. شوفوا المداد ديال البصله، المداد ديال هادي راه هي الصحيه اخوتي الواعره للصحه. هادي المداد ديالي كتكون، شوف تبارك الله هي ولدات في الميكا، شريناها بحالكم هانت شوف تبارك الله. ودابا خصنا نغرسوها، وغادي نوريكم عمليه الغرس ان شاء الله. وهذا درناه فيديو خفيف ظريف على الحباب، وتحياتي لكم من الصريف والبصنة. كتشوفوا الحباب ديالنا الحخوت ديالنا، اليوم غادي نغرس لكم هذوك الخنيشات اللي وريتكم ديال الخيار وديال الفيتات وديال الخضره كلها. راه ما كاينش بحال الطبيعه اخوتي، وبحال حدا الدار. انتم البرقوق اللي شفتوا راه كتعرفوا، ادخلوا القناه الا بغيتوا تتفرجوا انتم وخاطركم، لان حتى واحد ما كيتفرج في الفيديو. هذا الشيء اللي خلانا ما نزعموش نبقاو نديروا فيديوهات الصراحه على شهر، صراحه ما كاينش. ايوا غادي نوريكم الارض ديالنا. هذا الشيء راه الجير اللي حنا فيه، الجير والسماد لان كتقلبي التربه، كيجيك التراكتور اللي شفتوا حتى هو راه عندي. واليوم غادي نغرس لكم الخيار، العمليه اللي درناها. هاد الارض اللي كتشوفوها كلها، هاد الارض اللي كتشوفوها كلها راه خصك تصيبي لما كتبغي تغرسي شي حاجه، خصك تصيبيها بالطريقه هادي، كتقاديها كلها وكتديري لها الطريق. ها هي صيبناها تما، راه باقي خاوي تما، باقي ما عمرناش. انا البارح درت واحد جوج سطيرات ديال البطاطا اهما، ما صورتهمش معكم لان راه في الفيديو ها كاينين، بقى نعاودو التصوير. راه اللي بغى يشوف مرحبا، اللي بغى يشوف حتى هو مرحبتين. هانتوما وجهكم اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم جميعا في اوروبا الشرقيه. هانتوما كيما كتشوفوا هاد العمليه درناها، ودابا غنديروا هنايا غادي نوريكم كيفاش غنغرس الخيار. هذا معاكم الخيار غارسه في الدار، هو هذا انا نوري لكم هانتوما الخيار ها هو. هاد الحقيقات هادو اللي كيتلاحوا عارفين، تشربوا فيهم شروب ولا كتشربوا فيهم قهوه ولا اللي بغيتو، كتلوحوهم ولا دانون اللي بغيتي، المهم تغرسي فيه. غرسنا هذوك الخيار ها هو، داك الشكيرات اللي شفتو الخنيشات، ومن بعد غادي نحطوهم في الارض. وانتوما كما كتشوفوا شوفوا الجدر راه دارت جدوره، ها هي هو الخيار دابا راه الجدر هذا دارو. ايوا هادي هي، ماذا بكم اخوتي حضر الدار اللي عنده سطيح ولا عنده شي بلايصه يغرس فيها، ماذا بيا علاش لا، ما عطيشها شويه البصيله شويه الخضره اللي يقدر، وخصوصا الناس اللي متقاعدين بحالنا ما خدامينش علاش لا.
كما كتشوفوا هذا هو السماد ديالنا. انا عرفت يا خوتي يا النفايات ديال الدواجن والماشيه والماعز والباقر والباقر اللي عندكم الماشيه اللي كيتباع. اللي ما كيبغيش يدير بحال هكا راه شفتوا الفيديوهات السابقين البنات جلوب البنات والخضره النفايات المطبخ اللي عندك تقشري البطاطا تقشري الليمون والبصله كلشي لوحي في الارض وغادي تشوفوا الخضره كيفاش غتطلع لك ان شاء الله. ها هي ديال البصله هذه لوك شفتوها شوفوا كيما صورنا معكم كراستا بيتشا الخيار البارح اليوم غنصوروا البصله. ها هي البصله راه صورت لكم واحد الشوط لكم البصله راه غادي نغسلوها من كاد الارض. ها هي البصله غادي نحطوها في الارض ودرنا خوتي الطريق. ها هي الطريق كيما كديريها كيما كتشوفوا ها هي كتصايبي الطريق هنا كيقولوا برازا برازا معني حتى كتصايبي كيفاش غتحطي هنا تحطي البصله تتقادي الارض ماشي عاجي وحطي البصله معني تاع عشوائيه خاصها حتى تكون منظمه حيت لما تنوض البصله تعرف كيفاش كتنوض ما يكونش شويه مزاحمين مع بعضياتهم. وكيف ما كتشوفوا حطينا السماد راه صورته لكم البارح ها هما شفتوه ها هما الاسمده السماد هو السماد ديال الماشيه كيكون ديال الماشيه اللي ما عندوش هذا راه مشري سماد مشري واللي ما عندوش اخوتي تيدير ديال النفايات ديال الماشيه ديال البقر حشاكم وعزكم الله ديال البقر ديال الماعز. شوفوا الحباب ديالنا كيف ما كتشوفوا هذيك البصله اللي غرسنا دابا كنردوا عليها التربه ها هي كيف ما كتشوفوا كنرجعوا عليها التراب غير شويه ماشي بزاف يعني حتى لان مغروسه مزيان هانتوما غادي نوريكم السطوره السطوره اللي كنديروهم نديروا هذه العمليه كاش كيسميوها هذه المشكات ولا شنو كنا قرينا على في الشهاده ما عقلتش عليها انا كاع عقيل هذه المشكات اخوتي الله اعلم شنا هي هادي هاد الآلة هادي اللي خدامين بيها ما عرفت سميتها أختكم ما فلاحة ولا والو قالت لي هالفلاحة كنبريكولي كنتساطحو. المهم تحياتي لكم ومرحبا بكم ونشوفو البصلة اليوم غسلنا درنا معاكم البصلة والبارح درنا معاكم الخيار وتيكمل الفيديو راه غادي نلوحو لكم إن شاء الله. إيوا اللي بغا يدير البصل ما بغا يتبعنا مرحبا واللي ما بغاش تا هو مرحبتين الدنيا هانية وكنسلم عليكم وكنطلب الشفاء لكل مريض واللي مات الله يرحمه الله يسهل اصحاب الغربه مساكين الله يسهل علينا حتى حنا نمشيو للمغرب ما كرهناش والله غالب هذه الدنيا والنصيب والاقدار وتحياتي لكم. كيف ما صورت معكم البصله الصفراء كما شفتوها وغرسناها ودينا على التراب مشينا للجهه الثانيه صايبنا ثاني البلاصه درنا الطريق هنا نحطوا هذه البصله هذه وهذه صحيه خوتي طبيعيه صحيه. اش نقول لكم على البصله هذه الحمراء اللي عنده ركبة منفوخة هذه الزيت العود يا سلام عليها غير كدقيها وتوتشنيها بحال هكايا والما ديالها وكتعصمي بيها الركبة ديالك ولا كتوجعك شي بلاصة تقولي قالت رشيدة خالتك رشيدة من البصلة والهرسي وبنادم كيتعلم اش كنا مع الدار وكنا صغار كنا زعما كنبغيو داكشي طبيعي ايوا دابا بنادم ولا يرجع للحرمل ويرجع لكلشي طبيعي. ايوا انا غادي نغرس نوريكم البصلة الحمراء الخوت الحباب ولاد الدر تحيه الناس بورغو تحيه المغاربه في المكان من طنجه للقويره تحياتي لكم. شوفوا اخوتي شكون اللي عقل على هذا السطيله تاع القباب ديال الحمام عقلتوا عليهم تحيه الزمن الجميل بغيت نضحك معاكم والله ما جيتوني بشبابي ترى عرفتي راه شنو نقول لكم والله تضحكوا الله غالب الله غالب الحمد لله على كل حال نصيب اقدر القب هذا قال القب قبيب عقلتوا عليه. ايوا هادي هي البصله الحمراء ودرنا لكم الصفراء وراه هادي هي صحيه اخوتي بزاف البصله هادي واعره ما نقولش لكم عليها طبيعيه فاش كتنوض ومكوره وكدوم العام كامل خاصك تعرف واحد القضيه البصله هادي راه كدوم العام كامل غير ما تخليهمش في الميكات ولا في الخناشي راه تيخمجوا غير تخطهم في الصنادق. ايوا هذا هو غادي نوريكم من بعد اخوتي هادي البصله الحمراء انتم كيفاش حطيناها انا باش ما يجيكمش الفيديو طويل تنغرس كل شيء غنوريكم كيفاش وكان غادي نردو على الطريبه انتم ها شويه بشويه بحال هكا ها انتم شتوها هادي هي البصله الحمراء شتوها ها شويه شويه عبي يديكم ماشي ضروري تحفروا لان محفوره الارض بالتراكتور هذاك اللي حرتها وحفرها
واللي عنده خوتي الجد كي راه كيحفروهم هنا برجليهم وبيديهم البار. انتما اي تحياتي لكم، انتما هي البصيله الحمراء شتوها تبارك الله سبحان الله. الطبيعه هذه راه سبحان الله فيها العجائب والغريب، كيفاش تاكلوا ديك الخضره وديك اللوبيا، انا عمري ما عرفتها تجيك لهنا الصراحه، ولا البطاطا كيفاش كتغرسيها. ونقول لكم واحد الحاجه اخوتي، ديروا واحد القضيه وخصوصا الناس اللي في يعني الشباب، حنا عارفين حنا كنا شباب وكنا صغار ما كنهتموش، الانسان ملي كيكبر في العمر هذا بياكل حاجه طبيعيه ما مرشوشاش بالدواء مع الكيماوي، كلشي طبيعي. حنا الدار عندك شي سطيح، عندك شي باكون، ديري فيه ثلاثه البطاطا تغرسي فيه. والسماد نقول لكم واحد القضيه، القشور والنفاتات ديال المطبخ لوحيهم ديال الليمون، واللي ما عندوش السماد باش يشري مثلا، عندك الخضره كما كتنقي على حافه الارض وغطي عليها الارض. وهنايا انتم غادي نديروا دابا الباربه، ما يسمى بالشمندر الدول ها هي الباربه، وما ادراك ما الباربه، شكون اللي ما يعرفهاش، معروفه في العالم كله الشمندر. احنا غادي نغرسوها غادي نوريكم ثاني، وتحياتي لكم جميعا بدون استثناء. وكيما كنغرس شي حاجه نوريكم، هذا الخيار دابا وهذيك البصيله الصفراء، ودابا غنحطوا هنا الباربه وهذه البصله الحمراء، وتما كاينه زوج سطوره ديال البطاطا ها هما دوك السطوره حطيناهم تما. والبارح ما صورتش معاكم، راه سبحان الله اليوم الحراره تما اخوتي 22 وكان الثلج، لان هذا الجو كيتقلب من ساعه لساعه وعاوتاني غتصب الشتاء. وتحياتي لكم. ها انتما شحال كيجي في الخنيشه، راه شويه ولكن راه رخاص، راه بشي شي درهم ولا جوج. هادو الخنيشات ديال الخضره اللي كتغرسي البطاطا ولا سميتو البطاطا هي اللي كتجيب الكيلوات وداكشي، اما الخنيشات ديال الباربه والخوص وداكشي راه كيجيو بحال هكا. كتشوفوا الزريعه كي دايره انتما، راه شويه في الخنيشات الصغار هما، ولكن تبارك الله حيت كيولوا تبارك الله الصلاة على النبي، واللف حتى هو مكور، خيزو اللي هو الجزار، كلشي كيجي بحال هاد الخنيشات هادو اللي كتشوفو فيهم، خنيشات على الصغار، ومن بعد تبارك الله كيكون الخير. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما كتشوف اخوتي الحباب ديالنا السبانيخ ديالنا هما، ملي في الدول العربيه تيقول السلك هما، كما كتشوفوا هنا كيقولوا تزيلي ها هو، هذا ديال العام اللي فات، فات وقته دابا حيدنا وغرسنا واحدين جداد ديال هذا العام ان شاء الله الا بقينا في الحياه. هذا ديال العام اللي فات كتشوفوا تبارك الله، ماشي العام اللي فات، غرسنا بحال تقولي في شهر واحد، لان الشتا ومع الثلج والجو كيتغير شويه راه كيضر بالطبيعه وانتم عارفين. والحمد لله على كل حال. او مرحبا، تفضلوا هذه مني لكم انتم يا عشاق اخوتي السبانخ سبيزي سبيناخ، انتم اخوتي انتم حنا كنديروا بهم هنايا، كيديروا مع الجبنه وكيديرهم مع اللي بغيتي، كدير في الشريبه واللي بغيتي هما. وتحياتي لكم ومرحبا مرحبا ومرحبا الجميع الفوت، والله يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم ويصلح احوالكم يا ربي. غادي نصور معاكم عاوتاني، وبقاو معنا في الطبيعه، وما تنساوش اخوتي تفرجوا الى عجبكم الفيديوهات باش تشجعونا. والله العظيم راه كنملوا كنديروا الفيديو تنقعدوا شهر، لان ما فيش حتى واحد كيتفرج الفيديو، كيبقى الشهر فيه 200 اللهم الشرطات، هادشي اللي كاين. نعشق الطبيعة، مرحبا بكم، تحياتي لكم حب واحترام. جمعة مباركة بالصحة والعمر، تحياتي لكم حب واحترام وتقدير من سراييف البصرة والهرزيك. بعد الثلوج وبعد البرد اخوتي عندنا الشتا تبارك الله، انتم مالين الخير بزاف، وشوفوا الطبيعة وشوفوا الخضرة حدا الطاب. بابا معايا مع الجريدة ديالي، وهذه هي الجريدة ديالي، وهذو هما الورود ديالي. هاد الورد هذا راه عنده الرائحة يلا تا هو، وسبحان الله كما كيتغير الجو كتغير الجريده. الجريده كاين شي ورد اللي يلا غادي يطلعوا مع داك الماء بزاف تا هو كيأثر. هذه الوردات فيهم الريحه تا هما زوينين، كنهديهم لكم. تحيه لجميع المتتبعين ديالنا القدام وجدار، شكرا لكم على المتابعه، وتا الناس اللي كيديروا لنا بصيمه واللي ما تيديروهاش تنقول لهم تفضلوا تفضلوا الجريده ديالي. وهذاك الورد كما كتشوفوا البنانه، وانتم اخوتي تقولوا ما عندناش البنان، ولكن البنان راه ما كاينوش، راه منظر ديكور. انت حيدت هنا وغرستو هنا. والجريده شكون اللي ما يعرفش اخوتي الجريده،
عقلت على الاغنيه اللي تتقول ناري امي متيناري على السمر ناري فايت النخله والجريده هاي الجريده الطوله هاتم النخل النخل هذا ديالنا ما هادشي ديالهم هذا جبتو معايا من المغرب وغرستو ودرت منه شي ربعه ديال الشجيرات والبنان هذا خوتي راه ديالهم هنايا وشوفوا هذيك الوريضات راه هما اللي ما كتشوفوهم وريضات فانيديين فيهم الريحه زوين بلا مزيناتهم ها هو كنهديهم متتبعين شوف اخوتي الشتا اش كدير ها انتم تبارك الله بماء الخير داكشي ديال الله الطبيعه ما ندخلوش فيها حنا ها انتم الله على رائحه الله وهذه الجمعه كنهديها لكم تنقول لكم الله يسر اموركم الله يشفيكم يا ربي يعافيكم يرحم موتاكم ومن المناسبه كنطلب خوتي التوفيق والنجاح لوليدات اللي عندهم امتحانات الله ينورهم يا ربي ويسر لهم مصعب وربي يكون معاهم يا ربي وان شاء الله يسر لهم جميع الامور والتوفيق والنجاح لوليداتكم يا ربي وهذا خوتي كما كتشوفوا العنب ديالنا ها هي العنبه هذا خوتي عندي عنب نص خضر وتبارك الله انتم الامور الخير نص كحل راه هو اسود ليه عندهم عندهم عنب صغير كحل حلو وهذا الخضر انا عزيز عليا شويه العنب تيكون حامض هذا العنب هذا وهذا العنب هذا خوتي راه ديال ليبيا تا هو على هذه وراه غادي نوريكم على العمليه اللي قلت لكم تتكاليميو واحد العويد وكتغرسوه وتينوض تبارك الله ولكن تيبغي ليه وقت انت العنب يلاه كتعمر لان على حسب الجو تبارك الله انتم مال الخير هذه بلاد الشتا كتكون بشهرين بثلاثه اللهم صل على الحبيب هذا الشيء اللي غنقول لكم وتبارك الله تبقوا معايا مع الجريده وغنوريكم البريقيقات والكراز ها انتم وشي وريدات غسلتهم ها انتم التوت اخوتي هذا التوت ها هو ها يلا هذا التوت صغير ها انتم عرفتي اخوتي تياكلوه سميتو بعبوله حشاكم ضحكوا اولاد البلاد غير ضحكوا وانتم الضحك على البعلوله هاد البعبوله قتلتني اخوتي ها هي شتي هادي التوته التوت ديالهم اخوتي البعبوله عندهم هنايا كتاكل اخوتي قلنا درنا لها الملح درنا ليها الصودا بيكربونيت تندير لها الدواء كتاكل لي اخوتي الخضره وخوتو خصوصا السلطه ايوا كيف ما كتشوفوا انتم بقاو معنا هاد الوريدات انتم كيما كتشوفوا هاد الوريدات يلا في الطريق تاعهم باش ينوضوا وهذه الله غرستها انتم هذه الله غرستها خت عن واحد السيده وغرتها وهذا الورد هذا تيكون اخوتي ليموني راه عندنا حتى في المغرب ما شاء الله كيكون حمار ومتفتح وتيكون ليموني وهذه اخوتي بالما بالما انتم 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 مال الخير انتم تبارك الله الصلاة على النبي انتم انتم شتو هذه ها هي حطيتها في الجرده وهذه راه ديال الدار ولكن في الشميشه تبارك الله كنخرجهم شويه وداك العنب كما كشتو شتو الوريدات والوريدات ديال الجريده ديالي وغادي ننتقلوا دابا للفواكه انتم مال الخير الفواكه ديالنا ها هما ها انتم هذا الكرز يلاه قال بسم الله باقي كاع حتى ما ولدش ها هو شتو على الكرز ها هو ها انتم الكرز ديالنا باقي خضر شتو هادشي راه كلشي حدا الدار قلت لكم تكاليميو تكاليميو غير عويدات وكينوضوا تبارك الله وهذا روجمالين ها انتم روجمالين عندي تبارك الله غادي نوريكم شويه بشويه الجريده ديالنا ها انتم وهنا تيقولوا القرنفل كرنفله والكرنفل وهذا روجمالين وهذه هذه هي كما كتشوفوا هذا البرقوق ها هي قلت لكم عويده هو كاليميتو كاليميتو هنايا ها هو دير واحد العود شتيو ناضت وغادي تبقاو معنا وغادي نوريكم غنوريكم البرقوق شليبه غنوريكم الكرز وشليبه وتما التفاح وشوفوا معنا اخوتي الخضوريه نتوما خير عشاق الطبيعه ومرحبا بكم وكنتمنى النجاح للوليدات ديالكم يا ربي وتكون معاهم يا ربي تنور البصيره ديالهم وتسخر لهم ناس طيبين بالتوفيق والنجاح للوليدات ديالكم واللي ما عندوش الله يرزقو الدريه الصالحه وهذه هي شجره البرقوق حتى هي هذا البرقوق الاسود راه مصوره معكم فيديوهات قدام رجعوا لي مناش مكان باش نصور كل يوم ابغى حتى واحد اخوتي ما كيبغي يتفرج اش ندير لكم كندير على الشورطات كيجيو ساهلين هذا البرقوق الاصفر وهذا الاسود ما شاء الله انتم مال الخير تفيفيحات هادو راه غير كاليميوم راه قلت لكم كيفاش درنا العمليه ديال الكاليمي راه كيكون غير عويد واحد تقليم يعني هذيك الاشجار وكتتغرسي منهم بزاف تيوليو ب 40 ولا 20 تبارك الله الخضره فهمتي هذا اللي غنقول لكم
هو مع الخضوريه ديما. اليوم الشمسه طالعه ونهار زوين، وتحياتي لكم مجموعه مباركه بالصحه وطول العمر، واللي عنده شي هميه ربي يتفرج عليه. وتنبارككم العواشر والعيد الاضحى على الابواب ان شاء الله، الله يفرح كل فقير يتيم. وتحياتي من البوسنه والهرسك سراييفو، وشكرا على المتابعه، وتحيه للناس القدام جداد، ومرحبا بكم جميعا عند بردوش وماي كانال. يكونوا خفاله كونوا خفاله كونوا اتو ايو ويلكم. ثانك يو فيري ماتش، ومع السلامه وتحياتي لكم. غراسياس تودوس اميغوس بيان فينيدو، شكرا لكم. وتنكرر نعاود النجاح لجميع الوليدات يا ربي.